خلونا نشوف منو الفئات اللي ما تصوم. في عندنا الناس اللي هم ياخذون جرعات متعددة من الإنسولين، اللي عندهم الهبوطات متكررة، اللي عندهم حالات مضاعفات كثيرة بسبب مرض السكري، اللي عندهم أدوية كثيرة بسبب وجود أمراض أخرى غير السكري مثل القلب، السكر، ارتفاع الكوليسترول، أمراض الكلى. هذول كلهم بعض الفئات، وبحسب إشراف أطبائهم على الأغلب راح 90% منهم هذول ما راح يصومون. فتخيلوا لو إن هذا الشخص اللي مثلا ياخذ جرعات كبيرة من الإنسولين فجأة راح يقرر إنه يصوم، هذا إيش راح يصير فيه؟ هذا راح يعرض نفسه إلى ارتفاعات رهيبة بالسكر غير قادر على السيطرة عليها إلا والعياذ بالله في المستشفى، فتحرصوا من هذه النقطة.